ما هذه الرائحة البشعة؟ لست السبب، أقسم بذلك. أيها الزاحف، ماذا فعلت هذه المرة؟ لم أفعل شيئاً، قلت إنني لست سبب رائحة. ما هذا؟ إنها تنبعث من أسفل المدينة. لم أفعل شيئاً، قلت إنني لست. إلى مركبة الزاحف. كن حذراً، هناك عقبة في الطريق بالأمام. أوف، الرائحة أسوأ بكثير هنا بالأسفل. وما فائدة كل هذه الأناجيل؟ سأصعد من الماء يا سيدي. حسناً أيها الزاحف، يؤدي الكهف إلى منطقة مفتوحة في الأمام. أنا متأكد أن روميو يختبئ من هناك. أيمكنك شم هذه الرائحة أيها الروبوت؟ تلك الرائحة الحلوة للنجاح. لا أمتلك حاسة شم يا سيدي، ولكنني متأكد أنها رائعة. أحسنت. يظهر الكمبيوتر التميمة بالقرب من هنا، تأكد من العثور عليها. أوه لا، يوجد أشرار أمامنا. أيها الزاحف، عليك التسلل باستخدام قوة تمويه الزاحف الخارقة. تمويه الزاحف الخارق؟ أحسن. العثور على أكبر عدد ممكن من الجواهر، ستفتح مكافأة خاصة إذا جمعتها كلها. شكراً. لنتابع طريقنا، إنهم أمامك.
سيكون الأشرار كلهم في انتظارنا هذه المرة. الطريق ينتهي هنا، ما لم أحرك هذا من الطريق. يستطيع الزاحف التخلص بما يسد الطريق باستخدام عضلات الزاحف الخارقة. استدعي. عضلات الزاحف الخارقة؟ شكراً. يظهر الكمبيوتر تميمة بالقرب من هنا، تأكد من العثور عليها. عمل رائع. انطلق أيها القط. هذا حائط مرتفع، استخدم قفزة القط الخارقة للقفز فوقه. اجمع أكبر عدد ممكن من الجواهر، ستفتح مكافأة إذا جمعتها كلها. هذا حائط مرتفع، استخدم قفزة القط الخارقة للقفز فوقه. هناك تميمة بالقرب منك، تفقدها. إنه يتحرك بسرعة، لا يمكنني أن أسلك هذا الاتجاه. ماذا علي أن أفعل؟ سرعة القط الخارقة. استمر، علينا الإمساك بروميو. الأبطال بلباس النوم، كيف عثرتم علي هنا؟ ماذا فعلت هذه المرة يا روميو؟ تفوح رائحة بشعة في المدينة كل... كنت أضخ غازا كريه الرائحة في المدينة قبل أن تقاطعونني بكل وقاحة. غاز كريه الرائحة، لما تفعل شيئا كهذا؟ لما؟ لأفرغ المدينة من السكان بالطبع، وحالما يهرب الجميع سأخرج من مخبئي وأستولي على المدينة. تمويه الزاحف الخارق؟ بلى، سأفعل. مهلا، لا تلمسوه. ريش البومة. لا 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 لا، سرعة القط الخارقة. انتهى الأمر يا روميو، لقد فشلت خطتك.
أيتها الحشرات بملابس النوم، كنت سأنفذ خطتي المثالية بسهولة قبل حضوركم. ستدفعون الثمن غالياً. يبدو أن روميو سبب الرائحة الكريهة في النهاية. نعم، ولكن ليس بعد الآن. الأبطال بلباس النوم فنعمل في الليل لننقذ النهار.